The city of Akarkuf is one of the oldest imperial capitals that originated from the land of Baghdad. Founded by the king of Kish, Kurigalzu Prenut, in the 14th century BC, the ziggurat of Akarkuf is one of the important archaeological. ابو علي اخوي هاي عطلت السياره لا يابا شنو هاي تعال بقاع جرده نشرت غاو الشرده نروح بلي رده واظل ويا عين ظل ويا يا واشنطين عطوة قبل لا تخطي خطوة حياتي مش حلوة وانا بليا انا بليا دنيا لو قلبها علينا ما تنطبينا شبقات دينا شبقات العشق شبقات العشق يا دنيا لحقي الانطيت عشقي يلا نمشي بهيمة جرد ابويا تعال نشوف هيمة نبني بيها خيمة نسي قلب ضيمة حبن هواي حبن هواي بعد ما بي دمع والفراق اش يجرع خاب احسبها فزعة وظل وياي وظل وياي بدونك قل لي شا سوي ويضراع ملوي ويدموع تجوي قلب ما سكت قلب ما سكت